يلعب المتطوعون دورا كبيرا في دورة الألعاب المدرسية المقامة في مملكة البحرين حتى نهاية أكتوبر الجاري، حيث تم توزيع أكثر من 1000 متطوع على مختلف المرافق والألعاب التي تضمها الدورة. جهود جبارة وعمل متواصل ودؤوب يقدمه المتطوعون بمختلف أعمارهم وتخصصاتهم في دورات الألعاب المدرسية الدولية، حيث يحرصون على تقديم أفضل ما لديهم لتحقيق نجاح قياسي لهذه الدورة والمقامة في مملكة البحرين. المتطوعين متوزعين على كل اللجان اللي موجوده هنا، كل لجنه اعطتنا اعداد وتوزعت بحسب تخصصاتهم بحسب ميول حتى المتطوعين نفسهم، فتم توزيعهم تقريبا يعني ناس ما تقول احنا متشعبين نعمل في جميع اللجان. ما شاء الله تحصلينهم كلهم مبادرين ويحبون يشتغلون. عندنا طبعا مختلف التخصصات من مختلف الدرجات الوظيفيه، عندنا ناس درجات مدير، ناس درجات رئيس، ونفس ما عندنا الرئيس والمدير عندنا الطالب والمعلم وكل الفئات هذه موجوده. أبرز شيء إن احنا نظهر مملكة البحرين بصورة مشرفة، هذه عندنا أول هدف. الهدف الثاني إن احنا متواجدين لتقديم المساعدة في أي وقت. طبعا دورنا احنا إن احنا نبرز المتطوعين خلال هاي الدورة ونبين شغلهم وجهودهم المقام خلال الفترة اللي تقام فيها دورة الألعاب المدرسية. طبعا احنا عندنا متطوعين من مختلف الأعمار، يعني أنا عندي في تيمي من الثانوي اللي ما شاء الله في ناس كبار في العمر، والكل قاعد يشتغل بحسب جهودهم وبحسب قدرتهم، لكن ما شاء الله عليهم ما حد قاعد يقصر في أي شيء، قاعدين يشتغلون في أكثر من شيء، يعني لدرجة أن إذا خلصنا الشغل في لعبة معينة يتجهون على طول في لعبة ثانية. أكثر من 1000 متطوع من مختلف الأعمار والتخصصات نذروا أنفسهم لرفع اسم مملكة البحرين عاليا، تم توزيعهم على لجان البطولة المختلفة، وقد تمت تهيئتهم من خلال دورات تدريبية متنوعة ومتخصصة ركزت في فحواها على أدق التفاصيل التي تتماشى مع متطلبات هذه الدورة. احنا دورنا هنا سهل عليهم مهمة ان احنا نحول المكان حق ميني كورتس يساعد ممثلي الاتحاد الدولية ان يمارسون لعبتهم بشكل مبسط على شكل كذي مسابقات حق اللاعبين، يكسر جو الروتين عندهم، جو البطولات، جو اللي هو ستريس البطولات. كل منظم موجود في هالصالة في عنده مكان، في عنده منطقة يكون واقف فيها، ينظم اللاعبين، ينظم حتى الكوتش اللي يدخل، المانجر يفهمهم، يقول لهم وين ممكن يوقف، وين ممكن يكون، شنو لازم يسوي. نحاول قد ما نقدر ان ننظم احنا المكان، المكان يكون مرتب، المباراة تمشي بسلاسة، فشيء وايد حلو ان انا انقل ثقافتي البحرينية لها وفي نفس الوقت ينقلوا لي ثقافتهم. حماس كبير يجسد أداء متميزا لأبناء البحرين سطرته روح العمل الجماعي التي حملت بين طياتها رسالة نبيلة من خلال نشر ثقافة مملكة البحرين وتاريخها العريق المرتبط بعاداتها الأصيلة من خلال الاحتكاك المباشر مع ضيوف مملكة البحرين والتعرف على ثقافة كل بلد مشارك في هذه الدورة. شغف كبير يظهره المتطوعون خلال عملهم اليومي في هذه البطولة، ما يعكس روح أبناء البحرين الحقيقية بما يقدمونه لضيوف مملكة البحرين وتأثيرهم الإيجابي في مختلف المرافق من خلال آلية عمل منظمة ومتكاملة يديرها المتطوعون ويعملون جميعهم بروح الفريق الواحد. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.